عرفنا لفخامة الرئيس عن شكرنا وامتناننا لموقف تركيا التاريخي والشجاع ووقوفها إلى جانب ليبيا. لا يقتصر التواطؤ لصالح تركيا وإردوغان من قبل بعض السياسيين وحكومة السراج فحسب، بل يطال شركات ومؤسسات تورطت فعليا في دعم القتال ضد الجيش الوطني من خلال بناء جسر جوي يعطي براحا واسعا لغزو تركيا في جلب المزيد من المرتزقة والجماعات الإرهابية بالآلاف إلى أرض ليبيا. الجيش الوطني الليبي نشر اليومين الماضيين مقاطع فيديو جديدة تظهر نقل مرتزقة جدد من سوريا وتركيا إلى ليبيا على متن طائرات الخطوط الإفريقية، واعتبر أن ما تقوم به أنقرة هو خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين. شركة الخطوط الجوية الإفريقية في طرابلس متورطة بالأدلة الموثقة في إغراق ليبيا بالمرتزقة السوريين والإرهابيين من خلال جلبهم عبر طائراتها. إدارة الإفريقية في المنطقة الشرقية أدانت بشدة ما تفعله الإدارة غير الشرعية في طرابلس، معتبرة ذلك مساندة للمستعمرين الأتراك. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المرتزقة بلغ أكثر من 16,000 سوري. وكشف مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لقناتنا أن 10,000 مقاتل من المجموعات الإرهابية وصلوا إلى ليبيا بالتنسيق مع المخابرات التركية، من بينهم أكثر من 2,000 مقاتل من حملة الجنسية التونسية. نتحدث نحن عن 16,500 مرتزق من حملة الجنسية السورية التابعين لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا هناك نحو 10,000 من ما يعرف في أو ما يسمونه بالمجموعات الجهادية، أيضا هم ذهبوا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية وبتنسيق مع المخابرات التركية، بينهم نحو 2,500 من حملة الجنسية التونسية. فيما يجدد الجيش الوطني عزمه مواجهة المخططات التركية، ويؤكد جاهزيته استهداف أي سفن تقترب من ليبيا تصديا لأي تحرك محتمل من تركيا والميليشيات الموالية لها. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.